السؤال الثاني، ابنتي عندها 10 سنوات، الله يبارك، تصلي بعض الاوقات وبعض الاوقات لا تصلي، متى احاسب عليها؟ في سن كم بالضبط؟ اذا حاضت. انما من هنا لحد هذه الفتره لا احاسب عليها، يعني تساب ان شاء الله لك. اذا كانت البنت يعني فتيه وتشتهى، حافظ على ابنتك، دفع للفتنه. ماشي، طبعا الحمد لله وصلت الجزء الثالث في حفظ القران الحمد لله، ويا في المزيد يعني ان شاء الله. الله يبارك يا رب، دعواتك لنا جميعا يا عبد الرحمن. الله يبارك فيك ويسلمك، شكرا. سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.